سورة الانفطار وسورة مكية كان مدى سورة دي سورة قبل الهجرة. سورة الانفطار وحكاة الناس قيامة نبي وحود يا قف كيف راح قرني سنو أرك قيامة سيدة باو أركو هأقريو تكوير انفطار يا انشقاق. بسم الله مقع الله قبل يا ألي يا الرحمن نحرست كون نحرست الرحيم مدكار كان نحرست. إذا قرتي السماء سمدا انفطرت أي فالفريمت، فإذا قرتي الكواكب حدقها انتثرت أي طاتان، فإذا قرتي البحار بذي فجرت لسكفرة، فإذا قرتي القبور حوالي معثرت لسوفاق. علمت ويوغات نفس النفس ما وحي قدمت هرمرس هرمرس مركي الدنيا جغتو حيصوش قيصتي فأقرت أي لبلكتي وحي مركي أجركي أسعدي. يا أيها الإنسان إنسانه ما غرك معقولك ذي بربك ربكاك ربكي الكريم أي وناكسنا الذي الله صو خلقك كأبوره وسواك كسم أبورك أقسم فعدلك كوهكي هدنا هذا. في أي صورة صورة تاني ما صورة شاء أوضان أي ركبك اسكك أطول صار. قال تعالى فصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير. كلا كجوكي بل اسكو داي تكذبون طالسا وبينسا بالدين والقدك والحال إن عليكم دشينا أي آية محافظين قوى إلالي قوى صو كراما ونونكسا قوى صو كاتبين قريال قوى صو يعلمون ما تفعلون أتسمين إسان. إن الأبرار بارين لفي نعيم سيك لسكون عما دحدي سيك سكين أيذكر ولمت أو كجر تصولا تمطفين إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجه نظرة النعيم. إن وإن الفجار فاجرين في جحيم جحيم يصرونها ويقلع عن جحيم يوم الدين أو القد كمال انكس وما هم مين أهل عنها نار حق الغائبين وقوك مقنادة وما أدراك محاك وقاسي ما محيب أهاتي يوم الدين أو القد كمال انكس ثم أنت تسكدب ما أدراك محاك وقاسي ما محيب أهاتي يوم الدين أو القد كمال انكس يوم المعلوم لا تملك أن ترين نفس النف لنفس النف كل شيئا وحنا والأمر أرنك يومئذ ما ننكت لله ألا يوصف أنت.